في نفس الباب في بابي في صحيح مسلم في باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجر ورحمة. كانت عند أمي سليم يتيمة وهي أم أنس فرآها رسول صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقال أنت هي لقد كبرت لا كبر سنك. فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي نبي الرحمة كلاوات نبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة نبي صلى الله عليه وسلم نبي الراحة نبي صلى الله عليه وسلم كلاوات يتيمة ما خلصت منه يتيمة أذاها بنية صغيرة تبكي ليش من الكفار لا من المجوس لا من عبدة الفرس والمجوس والنيران لا من الرومي والمشركين لا من الثالوث المشؤوم لا تبكي من منو من سرجون قاتل السيد الوالد لا من منو تبكي تبكي من النبي عليه الصلاة والسلام نبي بتشاه طفلة صغيرة طيب بتشاه شو كفرت لا والله ما كفرت سبته لا والله سوت هذا الزانية لا طفلة هي شاربة خمر لا والله النبيذ حلال طيب لعد شنو بابا ليش يدعي علي النبي صلى الله عليه وسلم والله شافه شوية كبرانة بسرعة قال لي ليش شو بسرعة جاي تكبري شو تريد من عدة تركض ولا الوالدة انت شنو انت جاي تهديهم جاي تكفرهم بالدين جاي يسوي انت ولك انت جاي يسوي انت تكفرهم بالدين تكفرهم تريد الوالدة انت كفر هيج هاي هسه هذا البنت كفرتها بالدين هذه كفرت بعد لا دين ولا اسلام بعد خلاص قالت اذا هذا النبي انا بعيني يدعي علي ما مسويت له شيء صغيره الله جاي اكبر بس مجرد جاي اكبر الطبيعه جاي تكبرني صارت ملحده خطيه الطفله صارت ملحده انا ادخل الاسلام من ورا بشنو ادخل من اخلاقه ولا من دعائه علي فقالت ام سليم ما لك يا بني قالت دعا علي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكبر سني فالآن لا يكبر سني أبدا أطيل بنية مصدومة قالت خلاص أنا بعد راح أبقى على هذا الحجم بعد ما راح أكبر لهذا النبي هذا نبي ودعا علي قالت فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها المرة طلعت عصبية قالت خلنا نروح أصلح له لا يفضحنا أنا أروح مثل عمر الظاهر عمر ما موجود يمه أبو بكر ما موجود اللي يصلحون عثمان ما موجود عائشة الظاهر هاي كان وحدة سارح وما يدري بالرعية سارح المرة ركضت قالت خلنا نروح تلاحق الموقف هاي البنت راح تطلع من الإسلام تكفر برب صلى الله عليه وسلم برب اللي طوله 60 ذراع وتكفر بيه وخلص بعد ما تقول أنا ما أشتري هذا الإسلام بفلس ركضت المرأة فلاثت خمارها مستعجلة لبست الحجاب وهي تركض حتى لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي صلى الله عليه وسلم المرأة الكبيرة قال ما لك يا أم سليم فقالت يا نبي صلى الله عليه وسلم أدعوت على يتيمتي هي يتيمة حتى اليتيمة ما خلصت منك عطها العمر عطى النبوة العمر انت ما تستاهل رجال انت ما تستاهل عطى العمر عمر ما موجود يمك لو عمر موجود ما تقول هذا الكلام فورا يردك يقول لك اس يلا بوس اليتيمة واعتذر منها يلا اس قال وما ذاك يا أم سليم أنا شنو دعيت قالت زعمت البنت أنك دعوت ألا يكبر سنها قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي إنما أنا بشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه الله يوم القيامة
نريد الآن نفتهم، إحنا الآن طارحين رواية إنه نبيك يدعو على بنت يتيمة بلا ذنب، هذا أنت تشوفه طبيعي؟ إيه طبيعي، غصبا عليك وعن أجدادك يا ديون. جريتك يا غبي. يلا بشوي لسه راح يطوك حضر الشباب، شكرا لك. يلا بشوي. هاي الأمم الآن تسمعنا، هاي كاميرات الأمم تسمعنا، صوتنا يوصل للناس كله، نقول لهم هذا صفات النبي؟ راح تقول لي ما هو رجل إرهابي، رزقه تحت رمحه، هو صاحب الدولة، الناس تخاف من عنده، يجلدهم يضربهم يضربهم بالنعال، بيسبهم بيشتمهم ما يتكلموش، ليش؟ عشان صاحب قوة، عنده جيش وعنده عسكر وعنده ميليشيات وعنده أسلحة وعنده سيوف وعنده رماح، فهذه أين الاستفادة؟ والناس محاصرة بيد رجل إرهابي، ناس مضطرة تسمع سب وشتم ولعن وضرب بالنعالات، على الأساس هو نبي. هنا عيد؟ اي عيد على هاي الرواية، هذا الآن عندك بنت يتيمة صغيرة راحت صارت بيها صدمة من النبي صلى الله عليه وسلم، صدمة صارت بيها ظلت تبكي، فأنت الآن تفسر لنا هاي الصدمة. هاي بالدول الأوروبية يسجنون النبي عليه الصلاة والسلام، يسجنونه يحطوه بالسجن، يقولوا له تضد الإنسانية والأطفال، تخوفهم خاصة الطفل معزز مكرم بس عند النبي صلى الله عليه وسلم يدعى عليه. كمل كمل لا تخاف، انت شنو شو خفت من حكي؟ لا تخاف عمي ما حد يسجل، لا لا بس لا تخاف، رجال رجال رزقه تحت رمحه ما حد يقدر يحكي، لا تخاف، تفضل اشرح يلا تفضل، ما عليك بي ما عليك بي، انا رجال شوي مجوسي. لا 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 ما عندي مشكلة. طيب ابدا، لكن طيب كيف الله يقول لا تقهر اليتيم وربك يرسل نبيه يقهر اليتيم؟ انت قاعد تقاطعني يا شيخ امير، جاوب على هاي النقطة لو سمحت. ما عندي جواب وكل خراول ده. شوف يعني لما بيكون نبي بيسب بنت يتيمة وبيسب الناس، بصراحة بالنسبة لي هذا مو نبي، انا اسفة. طيب هذا لما بسمع هالكلام هذا، طيب هذا دينكم الآن، هذه كتبكم، ايش العمل؟ صحيح بخاري ومسلم، يعني احيانا النبي بده ينتحر، احيانا بده يرمي نفسه من الجبل، احيانا بده يجامع وبيكسل، احيانا. طيب جيد، اذا في هذه الصفات انت شنو باقي الآن مسلمة سنية موحدة؟ ليش؟ طيب ايش بدي اعمل انا؟ هيك انا هيك ربيت، معك حق انه اضل مع نبي مجنون وعبسبسب وبده ينتحر وبعدين، بس اقول لك انه يعني هالامور بقراها في صحيح مسلم وبخاري، امور مخجله، امور يعني احيانا شعر جسمي بقشعر لما بقرا هالكتاب، دين بصراحه زباله. انا اسفه، انا اسفه، الدين هذا دينكم، طب إذا دين زبالة اتركوه. يعني كمان منخاف، كمان منخاف، يعني يجي واحد يساوي فينا شيء، يساوي شيء لأطفالنا، يساوي في خوف، في 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 ردع، في ما منقدر. ما هو الأمر السهل اللي عم تحكي عنه؟ يعني بطلع لك واحد بفجر نفسه، بطلع لك واحد بفجر نفسه بالباص، بطلع لك واحد بقتل طفل، بطلع لك واحد آه الله أكبر بدنا نروح على الجنة. طيب وأطفالي وأنا؟ لا يعني الآن 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 دخلنا في نقطة ثانية، وهي نقطة إنه أنتم ما تريدون تغيرون طريقكم بسبب الخوف، هذه نقطة ثانية تختلف. طبعا خوف، أي خوف، أي خوف، فباقين على منخاف لأنه بسبب بسبب الخوف مثل ما تفضلتم باقين على دين زبال بالضبط، بالخوف